كيف نثبت عصمة وصحة صحة أبسط بكتير جدا من عصمة الكتاب المقدس علميا؟ أنا بقول أمامنا حاجتين. الحاجة الأولانية هي العلم التجريبي. العلم التجريبي، والحاجة التانية هي العلم القانوني أو التاريخي. دول الأسلوبين الوحيدين اللي ممكن نثبت بيهم علميا شيء. العلم التجريبي يعني فرض، مشاهدة، تجربة، تكرار التجربة عشرات ومئات المرات تحت نفس الظروف تعطيني نفس النتائج، وبالتالي بصل إلى نتائج محددة. ما عنديش أدنى مشكلة في العلم التجريبي على الإطلاق خالص. الحديد لا يطفو على الماء. هنعمل نحط الفرض ده، هنحط الحديد في أي حد في أي شوية مية لا يمكن أن يطفو، الحديد يغوص في الماء. ده شيء. لو قلت إنه الفيل يطفو على الماء، اعمل التجربة دي في تنزانيا، في هونولولو، في الكاميرون، في القاهرة، في مدغشقر، في سان دييغو، في نيويورك، هتحصل على نفس النتيجة طالما أنها تحت نفس الظروف. العلم التجريبي. لا يمكن إذن أن نضع الكتاب المقدس في العلم التجريبي. ليه؟ لطبيعة الكتاب المقدس. أنت لا تستطيع أن تضعه في المعمل، أنت لا تستطيع أنك أنت تحطه تحت حواس المعملية لكي تصل إلى نتائج بأي صورة من الصور. ليه؟ لأنه تاريخي. تاريخ المادة بتاعته الله يعلن. لذلك يبقى لنا الشق الثاني، هو البرهان التاريخي أو القانوني. أنا هسألك سؤال كمان شوية أستاذ نزار، وعايزك تستعد فيه. السؤال هو كيف تثبت تاريخيا أن Light for All Nations، نور لجميع الأمم، هو أول برنامج تلفزيوني عربي مسيحي على الإطلاق؟ من فضلك كمان شوية عايزك تقدم لي البراهين اللي تثبت بيها إن برنامج نور لجميع الأمم هو أول برنامج تلفزيوني مسيحي في العالم على الإطلاق. أخليك تقدم لي بعض الأدلة، بس أنا دلوقتي عايز أشرح الحكاية. تفضل. البرهان التاريخي، هدي بعض الأمثلة 10-12 مثلا عشان خاطر بس يعني ننشط ذهننا. كيف تثبت أن السبي الأشوري حدث في عام 722 وأن هناك 10 أسباط سبوا إلى أشور قبل الميلاد؟ ده شيء تاريخي، أنت ما تقدرش تدخله في المعمل على الإطلاق، لكنك محتاج لأسلوب برهان تاريخي قانوني. كيف تبرهن على أن خراب الهيكل حصل في عام 586 قبل الميلاد؟ إزاي؟ كيف تثبت أن 4 يوليو هو يوم الاستقلال في أمريكا؟ هل قام الثورة في مصر عام 52 وقبلها عام 19؟ سؤال للشباب الصاعد الواعد الجميل الحلو اللي بعضهم بيسمعنا، أقول له كيف، ما هو برهانك؟ كيف تثبت أن اللاعب المصري محمد صلاح كان هداف الدوري الإنجليزي في الدوري عام 2017 و2018؟ كيف تثبت هذا؟ يعني هتجيبه تخليه يسجل الأهداف دي من جديد، وتجيب الجمهور، وتجيب الملاعب، وتجيب الفرق الرياضية، وتثبت الأمر ده مرة تانية؟ لا، ستلجأ إلى أسلوب قانوني، إلى أسلوب تاريخي. عندي سؤال، هل نيل أرمسترونج هبط من الفضاء على سطح القمر عام 1969؟ أنت لا تستطيع أنك تجريها في المعمل، لكن هناك إثبات تاريخي قانوني لهذا الأمر. هل تدمير الأسطول الفرنسي في أبيقير تم في أغسطس عام 1798؟ أنت ما تقدرش تجيب الأسطول ده مرة تانية وتعمل معارك عشان تثبت هذا الأمر، أنت تحتاج إلى إثبات تاريخي. هل عبور تشارلز ليندربرج بطائرة فوق المحيط تم في عام 1927؟ هل الحرب العالمية الثانية استمرت 6 سنوات ويوم واحد؟ كيف تبرهن أن جون كينيدي الرئيس الأمريكي اغتيل في 22 نوفمبر عام 63 في دالاس تكساس؟ عايز أسألك سؤال قبل ما أسمع إجابة الأسيس نزار على كيف تثبت أن برنامج نور لجميع الأمم هو أول برنامج عربي تلفزيوني على الإطلاق. أنا عايز أسأل سؤال، كيف تبرهن أن رضا عدلي
من مواليد 2 ديسمبر عام 1949. كيف تبرهن؟ أكيد أنت محتاج مش أنك تولدني من جديد، لا، أنا أمي راحت السم ولا يمكن للإنسان أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد الميلاد الجسد بأي صورة من الصور، لكن هيبقى فيه مستندات، هيبقى فيه شهادة ميلاد، هيبقى فيه قرايب ناس شافوني، مدرسين، مدرسة رحتها. كيف تثبت أنه رضا عدلي اتولد في 2 ديسمبر عام 1949؟ أنا عارف أن في بعض الناس بيسألوا عن عمري، وقعدوا بقى احسبوا براحتكم.